السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الركن الخامس والذي يأتيكم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. اليوم نحن في اليوم الثاني من أيام التشريق، وأيضا لمن تعجل من حجاج بيت الله الحرام المغادرة من مشعر منى، وبالتالي ينهي نسكه في هذا اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، إنه سميع مجيب الدعاء. مشاهدينا الكرام، يسعدني في هذه اللحظات أن يكون معي ضيفا في برنامجكم الركن الخامس الدكتور سليمان بن صالح الغصن، وهو عضو التوعية الإسلامية بالحج وأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور، ونرحب فيك بالتأكيد في برنامج الركن الخامس. أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أهلا وسهلا شيخ سليمان. يمكن نتحدث اليوم عن ثاني أيام التشريق بالتأكيد، ولمن تعجل من حجاج بيت الله الحرام، ونتحدث أيضا عن مفهوم الآية الكريمة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل على منه وتيسيره وعلى أن يسر هذا اللقاء المبارك للحديث عن بعض هذه المعاني. ما أشرتم إليه من قول الله سبحانه وتعالى اذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. فالله عز وجل في هذه الآية بيّن أن هذه الأيام المعدودات هي أيام الذكر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذلك بقوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فهذه الأيام أيام التشريق اللي هي أيام تبدأ في 11 والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام. فقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، بمعنى أن الحاج إذا أراد أن يتعجل في يومين بعد يومين من أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني أكمل كل أيام التشريق في ميناء فلا إثم عليه لمن اتقى. فالآية تشير إلى صنفين من الحجاج، صنف يتعجل وصنف يتأخر. فالمتعجل هو الذي يخرج من منى وينهي أعمال الحج في منى في اليوم الثاني في يومين، يعني اليوم الثاني من أيام التشريق. جميل. وهو اليوم الثاني عشر. والمتأخر هو الذي أيضا يبقى في منى ويبيت ويرمي الجمرات الثلاث في الأيام الثلاثة. نعم. في الأيام الثلاثة كلها إلى اليوم الثالث عشر. جميل. ماذا نقصد أو ما هو مفهوم أيضا التعجل، ومتى يكون أيضا الخروج من منى؟ بالنسبة للمتعجل الذي يخرج وينهي يريد أن ينهي أعماله في اليوم الثاني عشر وأن يتعجل وأن يخرج من منى. نعم. فهذا عليه أن يخرج من منى بعد أن يرمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى اللي هي الجمرة العقبة، كل جمرة بسبع حصيات كما هو معلوم. إذا أراد أن يتعجل عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس اليوم الثاني عشر. نعم. يعني هذا اليوم نحن فيه، هذا اليوم الثاني عشر، فالمتعجلون هم الذين يرمون هذا اليوم ويخرجون من منى، وعلى من أراد التعجل في هذا اليوم عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. نعم. ولو افترض يعني أن شخصا رمى الجمرات واستعد للخروج، رماها مثلا بعد العصر وعاقه السير وأدركه المغرب قبل أن يخرج، يعني وهو يريد أن يخرج، فلا بأس، فهو يعد من المتعجلين. لكن لا يجوز الشخص الذي يريد أن يتعجل ثم يبقى هنا إلى الليل. نعم. المتعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. حتى لو حبسه حابس الشيخ مثلا يعني جلس إلى مثلا منتصف الليل أو جلس إلى مثلا الساعة العاشرة مساء،
لا، إذا تأخر، اي إذا تأخر وغربت عليه الشمس، و فإن والحالة هذه عليه أن يتأخر إلى 13. نعم أو جميل. بعض الناس يبدو له الخروج والتعجل في الليل، قال نعم. أريد أن تعجل، قل لا، ما التعجل لا يصلح أن تنويه بعد أن تغرب جميل. الشمس. نعم أيضا أنت ذكرتني تفضل. بأمر مهم أيضا، يعني عرفت من خلال بعض الأسئلة من الحجاج، بعض الحجاج يظن أن المتعجل حينما يخرج من ميناء هذا اليوم فعليه أن يتعجل في الخروج من مكة أيضا. جميل. وهذا غير صحيح، فمن تعجل المقصود التعجل هو الخروج من ميناء، إنهاء أعمال الحج في ميناء. فلو خرج وبقي في مكة مثلا إلى منتصف الليل أو إلى الغد، أو بقي في مكة يومين أو لا ثلاثة، حرج. لا حرج. نعم. التعجل لا علاقة له بالتأخر في مكة، فقد يتأخر في مكة يوم أو يومين ثم يطوف بعد ذلك. في التعجل هو التعجل في خروج من ميناء يوم 12. وبالمناسبة أيضا تفضل، بعض الحجاج يسأل ويظن ويعتقد أن المتعجل الذي يخرج هذا اليوم عليه أن يرمي جمرات 13، جمرات الغد، فتجد بعض الحجاج يرمي 12 و13 ويقول أريد أن أتعجل وأسافر، وهذا غير صحيح. المتعجل كما أنه يسقط عنه مبيت ليلة 13 اللي هي الليلة القادمة، فإنه يسقط عنه أيضا رمي 13. نعم. ومتعجل فسقط عنه المبيت والرمي، فيخرج بعد أن يرمي جمرات الثاني عشر فقط. جميل. بالتأكيد أن هناك يعني أعمال خاطئة يقوم بها الحاج في يوم التعجل، ما هي؟ المتعجلون كما ذكرت أنهم يرمون ثم يخرجون من ميناء ويقضون ما بقي عليهم من أعمال، بعضهم يعني بقي عليه الطواف والسعي، وبعضهم يكون قد طاف وسعى في يوم العيد، يوم النحر أو يوم الحادي عشر، فلم يبق عنه عليه إلا إيش؟ طواف الوداع. فالخطأ عند بعض الناس، عند بعض المتعجلين، أنه يطوف الوداع ثم يرجع إلى ميناء في هذا اليوم ويرمي ويسافر. نعم. فتجد يطوف الوداع مثلا في الصباح ويرجع ويرمي وبعد الرمي يسافر، وهذا خطأ. وجه الخطأ هنا أن الرمي قبل الطواف، أي لا، هو رمى بعد الطواف. بعد الطواف، نعم. فالرمي صار هو آخر شيء من أعمال الحج. نعم. بالنسبة لهذا الحج، وهذا لا يصح، لأن الناس قد أمروا أن يكون آخر عهد بالبيت كما صحيح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب من حاج أن يكون وداعه بالطواف بالبيت، لا أن يكون وداعه لهذه المشاعر وهذه الأراضي، لا أن يكون وداعه برمي الجمار. نعم. فهذا من الأخطاء اللي عند بعض الحجاج، أنه تجده يطوف ثم يرجع فيرمي ثم يسافر. نعم. وهذا كما قلت أنه يعني خطأ. ومن الأخطاء ما أشرت إليه قبل قليل، أن بعضهم يظن أن عليه أن يرمي الجمار 13، وهذا غير صحيح، لأنه تسقط عنه رمي 13 بتعجله. نعم. هل يسقط طواف الوداع عن أحد الحجاج؟ طواف الوداع واجب. نعم. طواف الوداع واجب، ولهذا أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم. وطواف الوداع الواجب لا يسقط عن أحد إلا عن المرأة الحائض أو النفساء، فهذه التي تعذر بترك الطواف. نعم. طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن لا يسقط عن أحد، فإذا كانت المرأة قد طافت وسعت، طافت طواف الحج وسعت، ثم إنها أتتها الدورة الشهرية أو أنها نفست ولدت، فهنا يسقط عنها طواف الوداع، فهذه رخصة للمرأة. أما
غيرها فإنه لا يسقط عن أحد، لأن هذا واجب. نعم. واجب من واجبات الحج. فلو أن شخصا سافر قبل أن يطوف طواف الوداع فعليه دم. نعم. لأن من ترك نسكا فعليه دم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ويكون إذا تجاوز، فلو أن إنسان مثلا سافر من مكة ووصل مثلا إلى الطائف وقال أنا نسيت الوداع أريد أن أرجع، نقول لا ما يصلح أن ترجع لأنك قد تجاوزت واستقر في حقك طواف الدم، ولأنك قد خرجت قبل أن تطوف الوداع. فالطواف الوداع واجب، وإنما يرخص في سقوطه عن الحائض والنفساء. جميل. يعني جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، هناك بالتأكيد يعني بعض الحجاج من يجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، ما حكم ذلك دكتور سليمان؟ صحيح، هذه يعني المسألة يعني يسأل عنها كثير من الحجاج. نعم. وهي الجمع بين الطوافين. فنقول هنا أن الحاج يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع إلى وقت السفر. يعني هو طواف الإفاضة هو طواف الحج، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فلو أن الحاج قال أنا يشق علي أن أطوف وأسعى ثم أرجع إلى منى ثم أرجع مرة أخرى. صحيح. عند السفر أن أطوف الوداع، نقول يجوز أن تجمع الطوافين وأن تؤخر طواف الإفاضة والسعي إن كان عليك سعي إلى وقت السفر، إلى وقت السفر فيطوف ويسعى ويكفي عن الوداع. جميل. فيكون طواف الوداع داخلا ضمن في 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 طواف الإفاضة. في الحاج عليه أن ينوي بطواف الإفاضة، ينوي به الإفاضة. نعم. لا أن ينوي به الوداع، لأن الوداع واجب وهذا ركن. فإما أن ينوي طواف الإفاضة ونقول يكفيك عن الوداع ويدخل في الوداع، أو ينوي الطوافين معا، أو ينوي الطوافين يعني ينوي بطواف هذا الإفاضة والوداع، فيطوف ويسعى إن كان عليه سعي. وقولنا إن كان عليه سعي يعني في الإفاضة، ها؟ يكون عليه سعي في الإفاضة، في بعض طواف الإفاضة، لأن بعض الحجاج إذا كان قد إذا كان حاجا بالإفراد، حج يعني حج فقط دون عمرة. نعم. فإنه يجوز له أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، أول ما يقدم قبل الحج. نعم. يطوف ويسعى سعي الحج ويكفي هذا، لأن عليه سعي واحد، فيبقى عليه إيش؟ طواف الإفاضة فقط بدون سعي. بدون سعي، ومثله القارن. أما المتمتع، المتمتع فإنه يأتي بطواف سعي للعمرة قبل الحج وينهي العمرة ثم يدخل في أعمال الحج، ويكون عليه طواف وسعي، طواف الحج وسعي الحج، فيطوف ويسعى ويسافر بعدها، ولا يحتاج أن يطوف الوداع. أن أنت أشرت إلى أمر مهم، أن بعض الحجاج يقول أنا أطوف وأسعى ثم أطوف للوداع. نعم. وهذا خطأ، خلاص أنت طفت وسعيت فتسافر بعدها. هي بالنية. نعم. هي بالنية. هو إذا أخر، إذا أيه؟ أخر طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي إلى وقت السفر فهذا يكفي عن الوداع، لكن بشرط كما قلت أن يؤخره إلى وقت السفر، يعني يطوف يسعى ثم يسافر بعده يعني بساعتين أو ثلاثة. لكن لو أن إنسان طاف ساعة ثم بات في مكة، بات ليلة مثلا، إيش الحكم؟ نقول عليك أن تطوف طواف الوداع. جميل. لأنك لم تسافر بعد طوافك هذا، بل بقيت وقتا يعني طويلا بعد الطواف، فعليك أن تعيد طواف الوداع، عليك أن تعيد طواف الوداع. وطواف الوداع كما هو معلوم بلباسك. صحيح. ما يحتاج أنك تحرم، كما أن طواف الإفاضة بلباسك أيضا، بلباسك وليس بلباس الإحرام. ما دمت قد رميت وحلقت انتهى الإحرام، فتطوف بالإفاضة، وإذا أردت أن تؤخرها بلباسك، ولا حاجة إلى أن
ولا وانت قد انتهى اصلا لباس الاحرام بالرمي والحلق. ايضا بالنسبه للطواف، طواف الوداع، بعض الحجاج يتحرج بعد الوداع، فتجده يعني يشدد على نفسه، بعضهم لا يأكل ولا يشرب، يظن أن هذا يتناقض مع الوداع، أو لا يريد أن يصلي وقتا، أو يعني لا يشتري شيئا، وهذا خطأ. يعني الوداع يعني يجوز أن تأكل وتشرب بعده، وتشتري أشياء يعني في طريقك تحتاجها، وتسلم على أحد، وإذا أدركتك الصلاة تصلي، نعم. وإذا كنت تنتظر أصحابك لتسافر سويا، هل انتظار الصحبة أيضا، كل هذا لا يؤثر في قطع الوداع، وإنما الذي يؤثر إذا بقي وقتا طويلا، أو مثل أن يبيت، نعم. فنقول إنك تعيد الوداع أو تطوف الوداع قبل أن تسافر. جزاك الله خير. شيخ علي سليمان، المتعجل هل يجوز بقاءه في مكة المكرمة بعد أن يعني يؤدي طواف الوداع؟ كما أشرت قبل قليل، المتعجل هو التعجل مرتبط بمنى، نعم فالتعجل هو تعجل من منى وليس تعجلا من مكة، نعم فيتعجل من منى، يخرج من منى بعد أن يرمي جمرات هذا اليوم الثاني عشر، وإن أراد أن يبقى في مكة يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل لا حرج. لا حرج، نعم المهم أن يخرج. وإن كانت السنة الأفضل لمن يعني ليس عنده يعني ارتباط أو ضرورة أو حاجة في مكة، أن يبقى في المشاعر كما بقي النبي صلى الله عليه اللهم وسلم، صل وسلم. ويتم 3 أيام ويخرج على راحته، لأنه يعني كما هو ملاحظ في الغالب أن اليوم النفر الأول هذا الناس أكثر الناس يمشون، ويكون صحيح فيه تكدس وزحام، زحام في يعني في المرمى، زحام في الطواف، زحام في السعي، فهنا يعني يوجه الحاج، لأنه إذا لم يكن ومحتاجا للذهاب وعنده مكان يعني الحمد لله في ميناء، فإنه يؤخر ذهابه إلى، نعم لكنه لو خرج اليوم الثاني عشر وتعجل فيجوز أن يبقى في مكة ويبيت فيها ويبقى أيام، ثم لأنه بعد ذلك أنهى أعمال يطوف. الحج. نعم أقول لأنه أنهى أنهى أعمال. أعمال الحج المرتبطة بميناء، يبقى عليه الطواف السعي نعم إذا كان لم يطف ولم يسعى، وإذا كان قد طاف وسعى للحج يبقى عليه إيش؟ طواف الوداع الوداع متى ما خرج. طواف الوداع لو بقي في مكة شهرين ثلاثة أربع شهور، متى ما خرج نعم من مكة يطوف الوداع. جميل. يعني هل يجب على الحاج شيخ سليمان أن يزور المسجد النبوي أثناء قدومه للحج، سواء قبل أعمال الحج أو بعده؟ زيارة المسجد النبوي لا شك أنها فضيلة، نعم والصلاة في مسجد النبي محمد صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم فضيلة، وهي تعدل 1000 صلاة فيما سواه، نعم إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة، فهي فرصة للحاج أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وهذا وسلم. مما يشرع الذهاب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، نعم مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فيشرع للحاج أن يذهب إلى المدينة النبوية وأن يصلي هناك ويسلم على النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم، وسلم. ولكن هذا ليس شرطا في الحج وليس من واجبات الحج. يعني بعض الحجاج يكون مثلا وقته ضيق أو لم يتيسر له الذهاب، فنقول هذا لا علاقة له بالحج، حجك يعني يتم ولو لم تذهب جميل. إلى المدينة. وكل الأحاديث التي وردت في هذا السياق، يعني في ربط الحج بالزيارة بزيارة المدينة، كله أحاديث غير صحيحة، كله نعم. أحاديث غير صحيحة. تبقى الفضيلة عامة متى ما تيسر للحاج أن أو الزائر حتى لو في غير وقت الحج زيارة للمدينة، فهذا
لا شك أن فيه فضل، لكن لا ارتباط له بأركان الحج ولا بشروطه ولا بواجباته ولا، وإنما هذا من الفضائل العامة. فنقول للحاج لا حرج عليك إذا لم يتيسر لك الأمر أن تسافر ولو لم تذهب إلى المدينة. نعم. وإذا ذهب إلى المدينة فإنه يصلي فيها ما شاء الله، ما تيسر له، يعني ليس هناك أيام محددة للبقاء هناك، تبقى يوم يومين ثلاثة عشرة، قدر ما يتيسر لك تبقى، ولم يعني يصح تحديد يعني عدد جميل. من الأيام في الزيارة. نعم. ما هي الوصايا شيخ سليمان للحاج بعد إنهاء أعمال حج ونسكه؟ الحج لا شك أنه هو ركن من أركان الإسلام. نعم. ومن يسر الله له هذا الركن هذا نعمة عظيمة، ومن حج تطوعا أيضا فهذا نعمة عظيمة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحاج حينما يكرمه الله عز وجل بالوصول إلى هذه الديار الطيبة المباركة المقدسة فإنه يحمد الله عز وجل على ما من به عليه ويسر له هذا الحج، وأن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة وأن يؤدي شكرها، وعليه حقيقة أن يجعل الحج محطة في حياته لانطلاقه جديدة، للتغيير في حياته، في سلوكه، في جميل. عبادته، في استقامته، وأن يكون بعد الحج يعني مداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن ما يسخط الله وما يغضب الله عز وجل من أنواع الذنوب والمعاصي. وعليه أيضا أن قبل وبعد أن يخلص الله عز وجل في هذا الحج، أن يخلص لله، لأن الحج عبادة وكل العبادات لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرط الإخلاص. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج، اللهم صل وسلم، وقد حج صلى الله عليه وسلم على ناقة كانت يعني هي راحلة، كانت راحلته وزاملته، يعني هي مركوبه وعليها متاعه. نعم. وحج في رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. الله أكبر. الرياء أن يرى الإنسان بعمله وأن يري الناس أنه يعمل أعمال طيبة، والتسميع السمعة هي التسميع، أن يسمع الناس، قد لا يرى منه لكن يسمع بأقواله. فالحاج عليه أن لا يعني يفاخر بحجه أو بعدد حجات، إذا كان حج أكثر من مرة فليوقع أنه حججت كذا مرة فتصير مجال للمفاخر، عليه أن يخلص الله سبحانه وتعالى، لأنه أيضا هو لا يدري هل هو مقبول أو غير مقبول. صحيح. فالوصية للحاج أن يخلص الله عز وجل قبل وبعد، وأن يستقيم على طاعة الله، بل عليه أن يزيد من الاستقامة، مع لأنه هذا يعني بعد أن يسر الله له أداء هذه الفريضة وهذه الفضيلة العظيمة، أن يؤدي شكرها وأن يثابر في الطاعة وأن يبتعد عن المعاصي وأن يلازم الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. أيضا ما هو جزاء الحج المبرور شيخ سليمان؟ الحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. الله أكبر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذه حقيقة من أعظم الفضائل. نعم. من أعظم الفضائل أن يرجع الإنسان بعد هذه الشعيرة وقد كفرت ذنوبه وسيئاته، وإذا أكرمه الله عز وجل بقبول حجه وهو الحج المبرور. ومن مواصفات هذا الحج أنه لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، أن يكون جزاؤه الجنة، وهذه يعني من أعظم المطالب التي يسعى إليها المؤمن في أعماله الصالحة الكثيرة. نعم. هل هناك علامات شيخ سليمان على قبول الحج للحاج؟
القبول أمر غيبي. نعم. أمر غيبي، والله عز وجل هو الذي يتقبل من شاء من عباده سبحانه. والقبول له شروط، له شروط. وأي عمل يعمله المسلم لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين. نعم. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، وقال فاعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أعبد، ويقول تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالله عز وجل لا يقبل عملا إلا أن يكون خالصا. الله عز وجل غني عن عباده وغني عن أي عمل، ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل العمل المخلوط، تعمل لله ولغير الله. إذن هذا الشرط الأول أن يكون خالصا. الشرط الثاني في العمل حتى يكون صالحا ومقبولا أن يكون موافقا للشريعة. نعم. أن يكون موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا يعني هذا الشرط يحتاج من الإنسان أن يتعلم كيف يعبد الله حتى تكون عبادته موافقة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، موافقة للشرع. لأنه إذا عمل أعمالا غير شرعية فإنها لا تقبل، وإنها لا بل هي مردودة ولو كانت نيته خالصة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس عليه أمر الشريعة، فهو رد. ويقول في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في العمل المحدث في الدين مردود على صاحبه، يعني صحيح. يعني ديننا ولله الحمد كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، صحيح. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلسنا بحاجة إلى بدع، ولسنا بحاجة إلى محدثات، ولسنا بحاجة إلى مخترعات في الدين. الدين اتباع، ما يجي إنسان يخترع أشياء من عنده ويقول هذه أشياء طيبة وهذه، ولو كانت نيته صالحة. في العمل المحدث في الدين مردود على صاحبه، ولا ينظر إلى النية. ولذاك فإن يعني الخوارج ومع أن عندهم أعمال كثيرة لكنها مردودة لأنها على غير الشريعة. نعم. ولا ينظر الإنسان والله أن هذا نيته طيبة أو نيته خالصة، لابد أن يكون العمل نفسه أن يكون موافقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ما يخص الحج النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ خذوا عني مناسككم. يعني المناسك وهي أعمال الحج خذوها عني، يعني انظروا في أعمالي وفي توجيهاتي وفي طريقة حجي فخذوا عني حجي. فالإنسان الحاج حينما يأتي بالحج هو يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحرص على تعلم الحج حتى يكون على السنة، ما يأتي بأمور محدثة في الدين. انظر إلى الآن يعني مع الأسف تجد سلوكيات كثير من الحجاج مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بعض الأخلاقيات حتى بعض العبادات، تجد مخالفات زيادات عندهم في الحج ليست من الإسلام، أو نقص من أعمال الحج وهذا النقص أيضا ليس من الدين. فالمقصود أن القبول مرتبط بهذين الشرطين، أن يكون العمل خالص لوجه الله وأن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق وللشريعة. فإذا حرص المسلم على أن تكون أعماله خالصة وأن تكون قويمة موافقة للشريعة فهذا إن شاء الله من علامات القبول. ولكن أيضا كما قلت القبول هذا يعني غيب عند الله، والله عز وجل هو الذي يقبل من شاء ويرد من شاء، ولكن المسلم يحسن الظن بالله عز وجل سبحانه. نعم. والله عز وجل يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالإنسان حينما يعني يحرص على أن يأتي بأسباب القبول
فيحسن الظن بالله عز وجل ويعلم أن الله لا يخيب رجاءه ولا يعني يخيب عمله، بل هو يحرص، فيحرص المسلم على أيضا مع الإتيان بالأعمال كما جاءت أن يحسن الظن بالله وأن الله كريم سبحانه وتعالى ويعطي. بقي أن نقول إذا كان القبول أمر غيبي ولا أحد يعلمه، لكن هناك علامات وأمارات أو دلائل أو مبشرات، نقول مبشرات قد تكون تبشر المسلم بأن عمله إن شاء الله مقبول أو أنه مقبول. من هذه العلامات التي ذكرها بعض أهل العلم أن تكون حال الحاج بعد الحج خيرا منه قبل الحج. نعم. فأنت يا فلان ابن فلان قد حججت، فإن كنت بعد الحج أفضل وأحسن وأقرب إلى الله عز وجل، صحيح، وأكثر التزام بدينك وبالأعمال المطلوبة والصالحة والأخلاق الطيبة، فهذا علامة القبول بإذن الله. نعم. هذا من علامة القبول، لأن من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. صحيح. من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فإذا وجدت من نفسك إقبالا على الطاعة وتغيرا في حياتك للأفضل ولما يحبه الله عز وجل فأبشر، فإن هذا من علامة القبول. أما إذا كان الإنسان في المقابل والعياذ بالله يرجع بعد الحج إلى نفس أعماله السابق، إذا كان عنده مثلا معاصي أو عنده تفريط في الطاعات ولا سيما يعني في الواجبات والأركان يعني مثل الصلوات، فهذا يعني والعياذ بالله من علامة الخذلان والخسارة. إذا كان الإنسان مثلا لا يصلي، طيب وقت الحج بدأ يصلي، بعد الحج ترك الصلاة، نعم، هذا من علامة الخذلان والعياذ بالله. صحيح. التوبة ليست مؤقتة، ليس في الإسلام توبة مؤقتة وقت حج ولا وقت رمضان، لا، التوبة أن تتوب إلى الله عز وجل وتقلع عن الذنوب والمعاصي وتعزم أنك ما تعود وتندم على أيامك الماضية التي قضيتها فيما يغضب الله عز وجل. صحيح. وتستقيم على طاعة الله. فإذا كان هذا الشخص قد ظن أنه كفرت سيئاته في الحج وبدأ يعني يبدأ بسيئات جديدة ومعاصي، هذا من علامة الخذلان والعياذ بالله. لكن إذا كان هذا الشخص يعني وجد في نفسه والله وفق سبحانه وتعالى الإقبال على الطاعة بعد الحج، فسهل عليه ترك المعصية وسهلت عليه الطاعة، فهذا من التوفيق. لأن يعني الناس سبحان الله يعني حتى تجد المخالفين والعصاة كثير منهم ما يجهل أن هذا مخالف. صحيح. يعني الذي لا يصلي لا يجهل أن الصلاة، كثير منهم لا يجهل أن الصلاة ركن من أركان، نعم، الإسلام. صحيح. لكن مطاع للشيطان وضعف وكذا تجد يفرط. فإذا وفق الله هذا الإنسان وقبله فإنه يسهل عليه الصلاة هذه وغيرها من أركان، ويسهل عليه أيضا ترك المعصية، فتجده يعني تكون المعصية سهلة أن يتركها. نعم. أما إذا خذل هذا الشخص فإنه وإن كان يعرف أن هذه المعصية يعني خسارة في دينه وربما في صحته وربما في سمعته، تجده يعني يزيله الشيطان هذا العمل ويقول لا أستطيع أن أتركها. إذن من علامة قبول الله لك وتوفيقك وقبول حجك أن تسهل عليك الطاعة وتقبل عليها بعد الحج، وأن تسهل عليك ترك المعصية والابتعاد عنها، فهذا من علامة التوفيق ومن علامة القبول للحج ولغير الحج، يعني أعمال الصالح عموما يعني حتى مثلا بعد رمضان بعد الأعمال الصالحة تجد هذا من علامة القبول. يعني الله عز وجل حينما يقول مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة يعني طاعة، حينما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر هذه صلاة مقبولة. نعم. لكن يعني بعض الناس قد يثير يقول كيف أنا أعرف فلان كذا سارق أو يعني يفعل زنا أو خرب أو مخدرات وخمر وغير ويصل، نقول هذا الصلاة ليست الصلاة شيء واحد،
الصلاة يعني انصرف الإنسان منها نعم ولم يقبل له إلا يقبل منه إلا نصفها إلا خمسها إلا قال إلا عشرها، وربما ينصرف من الصلاة ولم تقبل، صحيح. لأنه أصلا يعني يصلي حركات وروحه خارج الصلاة. لكن من صلى صلاة كما أمر الله وكما عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد هذه الصلاة تؤثر في أخلاقه، في تعاملاته، في سلوكياته، في عباداته، في استقامته. هذه هي الصلاة. ولذلك قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا كلام الله عز وجل. نعم تنهى، لكن الصلاة التي على وفق أوامر الله. وكذلك الحج، حينما يحج الإنسان الحج المبرور، الحج الذي على التوجيهات النبوية دون غلو وزيادة ودون تقصير، فتجد هذا الحج وهذا الحاج قد تغير في حياته وزاد يعني خيره واستقامته. جميل. إذن يعني المفهوم من كلامك شيخ سليمان أن الحج فرصة لتغير المسلم ولتغير سلوكه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تجارة رابحة حتى فيما بعد أعمال ونسك الحج. لا شك أن هذه كما قلنا الحج يعني هي يعني الإنسان العاقل يجعل الحج محطة. نعم. محطة من المحطات في حياته. ولكنها محطة مهمة شيخ. نعم محطة نعم. مهمة لأن فيها وعد كريم ووعد صادق، لكن وهي أيضا محط وانطلاقة. لكن أيضا أنبه هنا حقيقة الأمر مهم، يعني بعض الناس مقيم مثلا على معصية ومفرط في طاعة، تقول ليش يا أخي ما تتوب؟ يقول أنا إذا حجيت سأتوب. نعم. يقول إذا حجيت. هذا الكلام يعني عليه مؤاخذة. أولا أن التوبة ليست مرتبطة بالحج ولا مرتبطة بالزمن. نعم ولا مرتبطة بالزمن ولا مكان. نقول توب إلى الله دائما، صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إنه يقول يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. عليك أن تتوب على الفور، ما تأخر التوبة، لأنك أنت ما تضمن نفسك لحظة، ما تضمن نفسك أن تحج. فتوب الآن وتوب إذا حججت، صحيح. فالتوبة دائما. فإذا قلنا إن الحج هو محطة، نعم هو محطة، لكن لا يجوز إنسان يعني يكدس هذه الذنوب والمعاصي والمخالفات وكذا وينتظر يقول إذا حججت، والشيطان ربما يسوف له، صحيح. وربما لا يتيسر له الحج، فهذا خطأ. لكن من تيسر له الحج ووفقه الله الحج، نقول هذه يجعلها محطة انطلاقة جديدة في حياتك، تغير في حياتك للأفضل، في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، في علاقتك بالمخلوقين، صحيح. علاقتك بوالديك، علاقتك بزوجتك، علاقتك بأولادك، علاقتك بأرحامك، علاقتك بأصدقائك، بزملائك، بمجتمعك، بالناس بالعالم من حولك، اجعلها يعني محطة تغير للأفضل في كل أعمالك ومنطلق للفضائل بشكل عام. بالتأكيد شيخ سليمان، اليوم كيف يستطيع الحاج اليوم أن يغير أيضا من سلوكياته تجاه أيضا أسرته؟ يعني هناك بعض الحجاج يذهب إلى الحج ثم يعود ونفس السلوكيات ونفس الأخلاق أيضا مع أسرته، مع والده، مع والدته، مع زوجه، مع أيضا أبنائه. نعم هذا يعني التغيير ليس مطلوبا لذاته. نعم. يعني ليس مطلوب إنسان يغير لذات التغيير، وإنما يطلب التغيير للأفضل، صحيح. فبعض السلوكيات نقول والله هذه جيدة وإنسان يستمر عليها، لكنه يعني ينبغي أنه يزيد أيضا، يزيد من السلوكيات الطيبة والتعامل الحسن. أما إذا كان عنده مخالفات وسلوكيات منحرفة اتجاه خاص، يعني أنت أثرت عن اتجاه الأسرة مثلا، فعليه أن يغير وأن يتغير. إن تغير في نفسه، ولا يستطيع إنسان أن يغير غيره إلا إذا تغير في نفسه. يعني مثلا الأب لابد أن يكون قدوة لبيته، لأولاده، لزوجته. أما أن يكون هو عنده نقص وشذوذ ويريد أن يكون هم على أفضل حال، فهذا يعني لا شك أن هذا يعني نوع من التناقض. فالحج الحج المبرور، الحج الصحيح، الحج المقبول، هو سيغير هذا الشخص، وسيبحث هذا الشخص المقبول بإذن الله الذي قبله الله عز وجل، سيبحث هو عن مواطن التغيير، سيبحث عن مواطن القصور
والتقصير في شخصيته صحيح. في وسيكملها ويسددها مثلا قد تجده مفرط في علاقته بأولاده، نعم لا يعرف أولاده إلا يعني قليل، مشغول بدنيا مشغول بأصحابه، فإذا وقبله الله عز وجل وقبل حجه سيشعر هو بتقصيره تجاه أولاده أو تجاه زوجته جميل. تجاه أسرته وبيته وتجاه والدي أو وعموما الناس، فهذا سيشعر به الإنسان من ذاته. أما إذا رجع إلى ما كان عليه من التقصير ومستمر على تقصيره، فهذا والعياذ بالله يعني قد تكون علامة يعني خذلان وعدم قبول. نعم، يعني يمكن ما معنا لدقائق دكتور سليمان، ما هي الرسالة اللي توجهها اليوم والآن لكل حاج وأيضا لكل من يتابعنا ويريد أن ينوي بمشيئة الله تعالى في الأعوام القادمة بإكمال يعني ركنه الخامس من أركان الإسلام؟ حقيقة يعني وصيتي لمن وفقه الله للحج أن يحمد الله عز وجل، وأن يجعل كما قلنا الحج منطلق لصفحة جديدة في حياته للأفضل، وأن لا يعود إلى تقصيره وذنوبه ومعاصيه، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى ويستمر على الطاعات والاستقامة. ووصيتي لمن لم يحج وهو يريد الحج أن يستعد للحج، ومن أهم الأمور حقيقة أن يستعد للحج بتعلم صفة الحج. نعم. يعني إشكالية الحجاج مع الأسف يعني كثير من الحجاج يأتي جاهل. نعم. أو يعرف يعني خلينا نقول يعني بالنسبة يمكن يعرف 50% 60% من أعمال الحج ويجهل بقيتها، فتجده وهو يحج يقع في أخطاء. نعم. أو تجده بعد الحج يسأل عن حجه ويجد فيه خلل قصور نقص. فأنا وصيتي لمن أراد الحج أن يتفقه وأن يقرأ وأن يسأل قبل أن يأتي، حتى يأتي وعنده يعني صورة شبه مكتملة عن الحج، حتى يؤدي الحج على الوجه الصحيح. جميل. لا يتعب نفسه في أمور ليست من الحج أو يعني في ويقع في أخطاء، ولا يسأل أيضا ناس جهال فيفتونه بغير علم، وهذا يعني كثير في الحج. يعني بعض الناس مع الأسف يعني حتى يوجه الناس ويتصدر يفعل كذا وأنت لا يجوز أن تفعل كذا وكلامه خطأ. صحيح. فعلى الشخص الذي يريد الحج أن يتفقه وأن يسأل أهل العلم وأن يقرأ، حتى إذا أتى ليؤدي هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن يكون قد أداه واستعد لتأديته بالوجه الصحيح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم. فلا يتعب كما قلنا نفسه في أمور ليست مشروعة وينهك نفسه في أمور غير مشروعة ولا يؤجر عليها، وفي المقابل أيضا لا يقصر ويترك واجبات. يعني مثلا المناسبة التعجل الآن، نعم. فمن تعجل في يومين، من أخطاء الحجاج أنه يظن أن التعجل في يومين يحسب يوم العيد اللي يوم النحر. نعم. ويوم 11. صحيح. فتجد يوم 11 من الأمس رمى ومشى تعجل ومشى إلى بلده. نعم. هذا خطأ. هذا الشخص اللي مشى يوم 11 ترك واجبات. صحيح. ترك أولا واجب الرمي في اليوم إيش الثاني عشر. نعم. وترك طبعا وترك مبيت، وهذا يعني البيت وان كان بات ليلة يعني أمره أسهل. ترك الوداع، لأن الوداع لا يكون إلا بعد الرمي. صحيح. وهو لم يكمل الرمي، حتى لو أنه طاف الوداع لا يصح، لأنه لم يكمل المناسك، والوداع لا يكون إلا بعد المناسك. فمع الأسف تجد بعض الناس يعني يفهم خطأ ويطبق خطأ. هذا الشخص الذي يعني مشى يوم 11 ولم يبت هذه الليلة البارحة ولم يرمي، هذا حج ناقص. صحيح. نعم، قد يعني يكمل أو يعني يسدد هذا النقص بأن يذبح دم لترك الرمي ودم لترك طواف الوداع، لكن الإنسان يريد أن يكمل حجة بالتأكيد. خاصة الحمد لله إذا كان ما عنده يعني ضرورة للسفر، فلا يتساهل الإنسان، عليه أن يتفقه في الدين. وصيتي لمن أراد الحج يتفقه وأن يقرأ
ونتعلم حتى يكون حج على الوجه الصحيح، وهذا من يعني أسباب قبول الحج بإذن الله سبحانه بإذن الله تعالى. ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، ويشكر أيضا سعيكم الدكتور سليمان بن صالح الغصن، وأنت عضو التوعية الإسلامية بالحج وأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا جزيلا. مرحبا، تقبل الله منا ومنكم ووفقنا وإياكم ما يحب ويرضى إن شاء الله. أيضا مشاهدينا الكرام، نشكركم أنتم على كرم المتابعة في برنامجكم الركن الخامس الذي ينتهي في حلقته في هذا اليوم، الذي جاءكم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. تقبلوا تحيات كافة فريق العمل، تقبلوا تحيات أيضا الأستاذ طلال العقيل وهو المشرف العام على برنامج الركن الخامس، وكذلك من التقديم الزميل فهد الفهيد، ومعكم محدثكم فيصل الصور. كنا معكم في برنامجكم الركن الخامس، ونلقاكم بإذن الله تعالى في الموسم القادم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.